الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المطالب دقيقة جدا وجميلة. نحن نفهمها بعدما انطبقت الفلسفة في الحكمة المتعالية. وتدرجت وتطورت مع العلماء رحمهم الله فالدواني الذي كان اشعريا وصار اماميا له مشاركه سيد الدشتكي في شراز له مشاركه المردماد ابدع في تحليل الدين بطريقه خارقه للعاده ثم جاء صدر متالين ابدع مدرسه جديده بنموذج جديد باراديغم يختلف تماما عن المدارس الفلسفية السابقة ثم تطورت من حيث البيان بعد صدر المتألين إلى يومنا هذا فنحن ننظر إلى هذا المتن والشرح من موقع تأويلي فلسفي يختلف تماما أشد عمقا من زمانه من زمانه فأنا فقط أطلب منكم طلبا وهو المباحثة بدون المباحث هذه المطالب الدقيقه التي تستثمرونها في العلوم الدينيه بدقه مفيده جدا ولا ترسخ الا بالمباحث هذه نصيحتي لكم نعم وصلنا الى آه هذا المطلب قال ولهذا نقسم الموجود الى ثابت في الدين وغير ثابت فيه ونحكم بينهما بالتمايز وهو لا يستدعي الهويه لكل من المتمايزين ولو فرض له هويه لكان حكمها حكم الثابت هذا فذلك نتيجه لما قلناه بالتفصيل جمعه المحقق الطوسي في هذا المتن العميق والمختزل كثيرا اذا عندنا ثبوت واقعي واقعيات التي نتعقلها بعفويه ومره بتامل لها متون خارجيه مره لا عندنا ثبوت ادعائي هذا الثبوت الادعائي احيانا العلماء يعبرون عنه بالذهن ما معنى يعني للدين مدخليه في صنع هوي صنع هويته الخرطيه اذا كان للدين مدخليه في صنع هويته الخرطيه وجع وجعلها في نفس الامر بالخرط والادعاء يقولون ذهنيه هذا هو مقصودهم ومقصودهم ان ان العدم في الذهن الذهن مفاهيم لا عدم ولا وجود مفهوم الوجود ومفهوم العدم لا شجر ولا بقر ولا ماء ولا فلك مفاهيم هذه الأمور يعني كاشفية لهذه الأمور وبعبارة أخرى الحقائق تنتقل إلى دائرة الكاشفية والعلم نعم ولهذا نقسم الموجود يعني مطلق الثبوت إلى ثابت في الدين يعني هذا بالإدعاء وبالخرط وغير ثابت يعني ثابت في الدين يعني بالحقيقة وغير ثابت فيه يعني بالإدعاء والخرطي إذا عندنا ثبوت حقيقي وثبوت خرطي ثبوت الخرطي هناك الذهن بفعالية ذهنية يصل إلى هذا الثبوت الخرطي لأن الفعالية الذهنية حاضرة نقول أنه ذهني وإلا هو مقصود به الإدعاء ولهذا إذا قال ولهذا نقسم الموجود يعني مطلق الثبوت إلى ثابت في الدين يعني له متعلق حقيقي وغير ثابت يعني له متعلق خرطي فيه جيد لماذا هذا هذا الجهد والكد والتعب في باب المعرفه والنشاط الديني يقول حتى نفهم نستقر في ضياء مبدا التناقض هو معيار حقانيه القضايا ومعيار زيف القضايا ونحكم بينهما بالتمايز نقول الوجود يتميز عن العدم والعدم يتميز عن الوجود وهو لا يستدعي قد يقول قائل إذا التميز فرع الثبوت يعني التحقق الواقع إلى تميز قد يكون بين ثبوت حقيقي وبين ثبوت خرطي إدعائي لا ملازمة بين الأمرين كأنه دفع دخل مقدر ولا يستدعي الهوية لكل من المتميزين أحيانا لا أصلا لا هوية لا لألف ولا لباء لو كان فيهما آلهة إلا الله الله صور لنا إله ند ند, ند ندا له وصورنا إله ثاني ندا له آلهة متعددة ثم أعطاهم ثبوتا إدعائيا واقعية إبداعية وهو الوحيد الله تعالى متفرد بالألوهية أعطاهم ثبوتا ادعائيا ثبوتا خرطيا ثم يرتب لك عليه نتيجة من هذا الثبوت الخرطي لا فسادة هذا التوحيد الربوبي دليل على دليل عقلي وبرهاني على التوحيد الربوبي فتعدد الربوبية يؤدي إلى الفساد الفساد لا شيء في إذن تعدد الألهية لا شيء كيف ندرك لا فساد يقول أرجع البصر ايات الافقيه هل من فطور من انشقاق وفساد؟ ابدا لا تعثر على الفساد في نظام الاسباب والمسببات. طبعا الفساد تكويني اما الفساد الاعتباري التشريعي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ذاك الفساد التشريعي هنا الفساد في نظام الاسباب والمسببات. لا يمكن ان تعثر على انشقاق يعني على الفساد اذا هذه الالهه التي اعطيناها ثبوتات ادعائيه خرطي في هويتها خرطي لا شيء وهو لا يستدعي يعني هذا الامر صنع الهويات الادعائيه في مقابل الهويات الحقيقيه لا يستدعي الهويه لكل من المتميزين لا قد يكون الوجود في مقابل هويه ادعائيه قد تكون هويه ادعائيه في مقابل هويه ادعائيه كالالهه التي فرضها الله تعالى في هذا البرهان برهان تمانع لو كان فيهما آلهة آلهة إلا الله كلها واقعيات خرطية يلزم منها الخرطي فساد نظام الأسباب والمسببات ولو فرض له هوية لكان حكمه حكم وحكم الثابت لو فرض له هوية فرضنا لي تعدد الآلهة هوية يترتب عليها ما يناسبها ماذا خلل في نظام الوجود كان حكمها حكم وحكم الثابت لكن هذا الحكم كذلك ادعائي نعم أقول سنرى العلم الحلي كيف يبين هذا هذه الالغاز المعرفيه، اقول هذا استدلال على ان الذهن استدلال ام بنيوي؟ ليس استدلال العلم الحلي، تفكيك للبنيه، نعم لانك اذا استدللت على البنيه تقع دائما في الدور وفي في التسلسل. اقول هذا استدلال على ان الذهن البشري له يعني له القدره ان يتصور عدم جميع الاشياء بيناها. وبيانه أن نقسم الموجود يعني الثبوت المطلق إلى ثابت في الدين وغير ثابت فيه. ثابت في الدين وغير ثابت فيه في الدين كظرف ظرف المعقولات وقلنا المعقولات كلها متباينة بتمام الذات إلى معقولات كاشفية. بإعتبار المتعلق نقول ثابت بالحقيقة وثابت بالادعاء. فإذا قال إلى ثابت في الدين يعني باعتبار المتعلق الحقيقي وغير ثابت فيه يعني باعتبار المتعلق الخرطي فما جيد هذه ونحكم بامتياز أحدهما عن الآخر أي التمايز في الدين أم التمايز في نفس الأمر التمايز في نفس الأمر الوجود يقابل العدم في الحقيقة والعدم يقابل الوجود في الحقيقة وليس في الدين لأن مفهوم العدم لا لا يزاحم ولا يناقض ابدا ولا يقابل مفهوم الوجود مفهوم العدم تساله عندك علاقه بمفهوم الوجود يقول ابدا ما هي انت هويتك كمفهوم يقول انا اشير الى حقيقه ادعائية خرطية انتهى الامر ومفهوم الوجود عندك علاقه بمفهوم العدم يقول ابدا انا اشير الى حقيقه ثابته حقيقيه ليست ادعائيه إذن التقابل اين في نفس الامر في متعلق المفاهيم في محكي المفاهيم هذه كذلك فهمها جيد ونحكم بامتياز احدهما عن الاخر ومقابلته اكتب في نفس الامر يعني خارج افق الذهن يعني في المحكي ونحكم بامتياز احدهما يعني ثابت ولا ثابت عن الاخر ومقابلته له يعني التقابل تقابل في الوجود يعني اذا كان الانسان موجودا متحقق بنعمه الوجود لا يكون عدما يكون العدم مطرودا وهذا غير مفهوم العدم وغير مفهوم الوجود هذه الامور تحتاج إلى دقة, الى دقه الى دقه الى دقه خلينا نتحفكم بمساله جميله انا جربتها نعم وهذه تعطي مفخره للحوزوي اذا درس جيدا طبعا في الترجمة من اللغة الإنجليزية الألمانية اللغة الفرنسية لغة العلوم الآن في مجال العلوم الإنسانية ليس في مجال العلوم التكنولوجية الحوزوي ما عنده علاقة بالعلوم التكنولوجية يأتي الحوزوي يترجم كتاب في الكوانتوم وفي الذرة لا يريد أن يترجم كتابا في نظرية المعرفة أو في الفلسفة أو في فلسفة الأخلاق مثلا يجد نفسه بوصفه حوزويا يملك فراءا اصطلاحيا لا حد له جميل جدا وغني عنده أربع مدارس فلسفية المدرسة المشائية الإشراقية الإيمانية للمردامات الحكمة المتعالية صدر مدارس كلامية متعددة على الأقل أربعة الإمامية والمعتزلة والإشعرية والماتريدية مدرسة عرفانية أعمق حتى من الفلسفة وفي اللسانيات عنده التفسير عنده علم الأصول في الفقه يعني إذا تحرك في مجال القانون عنده ثراء قانوني في الفقه واسع جدا جيد إذا جاء إلى الترجمة سريعا ياتي الى المجال التداولي الذي يتحرك فيه الكتاب بالانجليزي او بالفرنسي او بالالماني او باي لغه اخرى يضح في مجاله التداولي الغني يجد ما يناسب ذلك المجال التداولي واعمق واوسع فاذا ترجم بهذه الذهنيه بشرط ان يكون متخصصا في الماده التي يترجم فيها إذا ترجم في نظرية المعرفة يجب أن يتقن نظرية المعرفة في محيطه في محيط الحوزة فتأتي الترجمة أرقى وأرشق وأعمق من الأصل أنا جربتها من الفارسي إلى العربي من الإنجليزي إلى العربي من الفرنسي إلى العربي يأتي تأتي الترجمة أغنى وأرشق وأروع وأجمل وأعمق وجربوها بشرط أن يكون طالب دارس جيدا ومتخصص في المادة التي يترجمها نعم والحكم على شيء يستدعي تصوره وثبوته في الدين اكتب في الدين يعني بالادعاء بالادعاء تقول تقول شريك الباري عادم يعني خرطي يعني شريك الباري في ذهنك شريك الباري في اي مرتبة من مراتب الوجود وحتى الدين لا هوية له. اذا انت ماذا عندك في الدين؟ مفهوم شريك البالي فهم لشريك الباري. اذا اذا قال في الدين يعني في ظرف الادعاء آلية الادعاء، آلية الادعاء ما هي الدين؟ اذا اذا حكمنا على البالي شريك البالي بالعدم، قل شريك الباري معدوم، صحيح؟ مطابقة للواقع يقول يستدعي تصوره تصور الموضوع ثم المحمول وثبوته في الدين اكتب هذا الثبوت الادعائي نعم فيجب ان يكون ما ليس بثابت شريك الباري في متن نفس الامر والواقع لا وجود له لو كان فيهما آلية الا الله لفسدته فيجب ان يكون ليس بمث... 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 بثابت، يعني شريك الباري. كمثال. ما ليس ما ليس بثابت في الذهن ثابتا فيه. اي بواه، يعني شريك الباري في الذهن؟ ابدا. يعني يصنع له آه مفهوما وهو مفهوم شريك الباري ويحكي متنه، يحكي واقعيته، واقعيه حقيقيه كالواجب تعالى ام خرطي ادعائي. نعم. ثبوت ادعائي اذا اذا قال آآ آآ فيجب ان يكون ما ليس بثابت يعني الخرطي كشريك الباري ليس في الذهن ثابتا فيه ثابتا يعني له مفهوم يحكي حقيقه خرطيه حقيقه ادعائيه فقد تصور الذهن سلب ما وجد فيه باعتبارين على ما حققناه مره ينظر الى الهويه يقول لا شيء من, من مره يعطيها ثبوتا ادعائيا فإذا اكتسبت هذا الثبوت الثبوت الإدعائي تاتي المحمولات المحمولات في الدين والمواصفات في الخارج نعم نعم فقد تصور الذهن سلب ما وجد فيه باعتبارين على ما حققنا يعني الاعتبار الحقيقي والاعتبار الدعائي فإن ما ليس ثابت في الدين ثابت فيه ما ليس ثابت في الدين مفهوم شريك الباري في الدين يعني ماذا يحكي؟ يحكي لا شيء جيد أنت حكمت عليه أنه عدم نعم يقول باعتباري باعتبار آخر باعتبار إعطاء 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 الهوية الإدعائية له فما ما ليس بثابت في الدين يعني ما ليس له واقعية يحكيها الدين حقيقية ثابت فيه يعني له واقعية إدعائية من حيث أنه متصور يعني من حيث أنه مدعى إدعاء هكذا يجب أن تفهم المات وغير ثابت فيه بما هو واقعية ادعاية خرطية من حيث ذاته من حيث أنه سلب, سلب سلب لما هو لما في الدين تقول آه شريك الباري ادعاء في الدين شريك الباري لا ادعاء في الخارج ولا ادعاء في الدين يا الله شريك الباري ليس له واقعية مطلقا هيتش باللغة الفارسية يقولوا هيتش يعني لا شيء شيء إذا كيف حكمتم عليه بالعدم؟ دقق جيدا نصلح نصنع له مفهوم هذا الصنع المفهومي من اين جاء؟ من رفع واجب الوجود بالادعاء مفهوم شريك الباري اذا حكى المتعلق بالادعاء نقول هذا الواقع الخرطي والادعائي في الدين هو ليس في الدين يعني باعتبار الدين باعتبار الادعاء باعتبار الخرطي لكن في هوية شريك الباري أصلا لا شيء هوية لا شيء لا يستحق شيئا ولهذا العبارة هنا معقدة يجب أن تفهم هكذا نعم وغير ثابت فيه يعني العدم شريك الباري أصلا لا هوية له في جميع المراتب نعم لا في أفق الذيب ولا في أفق الخارج من حيث انه سولي سلب لما في الذهن يعني باعتبار انه ماذا لا شيء في حقيقته الذين يقول لا شيء لا شيء لا يقال اشكال امتياز احد الشيئين هو اشار اليها المحقق الطوسي قال الامتياز لا يستدعي حضور الهويتين بل اكثر من ذلك في تميز مع عدم حضور الامرين ليس فقط واحد تقول الوجود لا يجتمع مع العدم الوجود حقيقة العدم ادعاء جاء التمايز يعني الوجود حقيقة ثابت الهوية العدم مرفوع الهوية لا شيء في تمايز مر حتى بين الأعدام لا يستدعي حتى الطرفين لو كان فيهما آلهة الله فرض في مقابله عز وجل آلهة متعددة تتميز كل هذه العادات التمييز تتميز هذا الاله له هويه ادعائيه وهذا الاله الثاني له هويه ادعائيه ثالث له هويه ادعائيه الكثره فرع التميز مع ان الاطراف غير متحققه مطلقا نعم رد هذا الاشكال لا يقال امتياز احد الشيئين يعني عن الاخر يستدعي ان يكون لكل من المتميزين هويه مغايره لهويه الاخر حتى يحكم بينهما بالامتياز هذا المستشكل فهم أينما يكون التميز يستدعي حضور حضور الهويتين حقيقتين، يعني ما عندنا هوية إدعائية. نعم، فلو كان العدم ممتازاً على الوجود لكان له هوية، اكتب تحته عند المستشكل هوية حقيقية، نحن نقول نعم عنده هوية ولكن هوية خرطية إدعائية، لكان له هوية متميزة عن عن الوجود. لكن ذلك محال لأن العقل يمكنه رفع يمكنه رفع كل هوية فيكون رفع هوية العدم قصيم للعدم وقصيم منه هو محال يعني العدم العدم هو في حد ذاته له هوية وله ما يناظره عدم آخر له هوية عدم في هويته ما ولا شيء وعدم شيء نحن نقول شيء لكن شيء خرطي يمكن أو لا يمكن نعم يمكن حتى الله تعالى فرضها لو كان فيهما آلهة آلهة افرض مليار إلى آلهة كلها هويات ادعائية خرطية متميزة نعم متميزة قوة العقل هكذا قوة العقل هكذا لأننا نقول لا نسلم وجوب الهوية لكل من المتميزين هذا هو المغالطة في تميز ولا يستدعي الهوية المقابلة الوجود في مقابل العدم الوجود هوية حقيقية العدم هوية خرطية مرة عدم هوية خرطية تتميز لو كان فيهما آلهة إلى الله فهنا نحكم بامتياز الهوية عن اللاهوية وليس اللاهوية هوية ليس له هوية حقيقية سلمنا ثبوت الهوية لكل متمايزين لكن هوية العدم داخلة باعتبار الهوية يعني بالخرطي يعني بالادعاء نحن نؤمن بهويه ادعائيه ليس هويه حقيقيه وهذه الهويه الادعائيه تتميز بالضروره هذه هي قوه العقل لكن متميزين لكن يقول سلمنا ثبوت الهويه لكل متميزين كما قلت ايها المستشكل لكن هويه العدم داخله باعتبار الهويه في قسم الهويه باعتبار الهويه يعني بالادعاء يعني في الدين لا يعني بالادعاء في نفس الامر ولكن هويه خرطيه هويه ادعائيه وباعتبار ما فرض فرض يعني الادعاء انها لها لا هويه يكون مقابل لهوية اذا هذا العدم الخرطي في هويته في مقابل العدم لكن في هويته الخرطيه يتميز اذا اللي باعتبارين نعم جميل جدا هذا الكلام من العلم الحلي سلمنا ثبوت الهوية لكل متميزين لكن من قال أن هذه هوية حقيقية ليست هوية خرطية لكن هوية العدم داخلة باعتبار الهوية يعني بالإدعاء والخرطي في قسم الهوية يعني الهوية عندنا هوية حقيقية هوية إدعائية خرطية وباعتبار ما فرض أنها لا هوية يكون مقابل للهوية يعني أنت تقول إذا كان للعدم هوية خرطية كيف يقابل الوجود له هوية والوجود يقابل العدم نقول لك هويته خرطية لا ينسلق عن العدم نعم وباعتبار ما فرض أنها لا هوية يكون مقابل الهوية وقسيم لها ولا امتناع في كون الشيء قسم من شيء وقاسم له باعتبارين على ما تقدم تحقيقه في باب الثبوت إذن العدم مرة يكون في دائرة هويته لا شيء في دائرة الثبوت الإدعائي له هوية إدعائية فيكون للعدم مصداقان قاسيمان قسم يمثل لا شيئية مطلقا قسم يمثل شيئية إدعائية لماذا هذه الشيئة إدعائية؟ حتى نفهم رفع الوجود وثبوت الوجود، إذا ثبت الوجود العدم يرتفع، وإذا ثبت العدم بالادعاء والخلط الوجود يرتفع، هذا هو مبدأ التناقض، معيار العلم، معيار ترشح العلم. نعم، نعم. قال: وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها، وجب التطابق في صحيحه، وإلا فلا، ويكون صحيحه بإعتبار مطابقته. لما في نفس الأمر لإمكان تصور الكواذب آه. قلت لكم هذه العبارة كلها تحليل لهذه لهذا التركيب شريك الباري عدم العدم عدم أخرج من مبدأ الهوية مبدأ الهوية ما عندنا حكم ما عندنا قضايا العدم في هويته عدم انتهى الأمر حمل أولي كالإنسان وإنسان لا نذهب إلى الحكم شريك الباري عدم شريك الباري ما هو عدم لا شيء كاننا قلنا العدم عدم قلت العدم عدم قضيه تركيب حاكي ومطابق وصحيح الا انه في دائره الخرطي تقول شريك الباري عدم كذلك صحيح مطابق للواقع الا انه في دائره الخرطي يعني في دائره الادعاءات نعم يقول واذا حكم الذهن, الذهن. يعني العقل في دائره الفكر على الامور الخارجيه بمثلها امور خارجية بمثلها وجب التطابق في صحيحه والا فلا ويكون صحيحه باعتبار مطابقته لما في نفس الامر لامكان تصور الكاذب نفس الامر من اجمل البحوث في الفلسفه ما هو مناط صدق القضايا عندك القضيه انت هذه القضيه في قانون بنيوي ما هو؟ القضيه لا تثبت نفسها لأن القضية إذا أثبتت نفسها كل القضايا تكون صادقة. القضية ليس لها القدرة على إثبات نفسها، الذي يثبتها مبدأ السبب الكافي. كيف؟ يراجع معايير العقل والمعطيات الخارجية. إذا الحاكمية لمن؟ الحاكمية للواقع الخارجي. لكن الواقع الخارجي لا يأتي إلى الذهن. من ينوبه في الذهن؟ حتى تطابق القضية الواقع الخارجي هذه المعايير العقلية ومنها مبدأ التناقض ومنها مبدأ السبب الكافي ومنها مبدأ الهوية و و هذه جيدا أنت كيف تعلم أن القضية لا تطابق الواقع يعني زيف كذب وقضايا تطابق الواقع يعني نفس الأمر الواقع أنت ليس بيدك أنت في أفق الدين تتحرك ينوب مناب الواقع هذه المعايير العقلية هذه المعايير العقلية التي هي حكمة إلهية ضياء حاكم على عقلك الجزئي وهو العقل المعياري بها تعرف انك في متن الواقع او ليس في متن الواقع هذا الامر يعني مناط صدق القضايا بفضل هذه المعايير مطابقة للواقع الخارجي هذا ويسمى نفس الامر مناط صدق القضية يعني الوجود الذي يجعل القضية في دائره الصدق او في دائره عدم الصدق واذا حكم الذهن على الامور الخارجيه بمثلها يعني بالامور الخارجيه وجب التطابق في صحيحه يعني في دائره الوجود الخارجي والصحيح ليس الكذب نعم والا فلا اذا لم يكن في واقع الخارجي يكون في غير الواقع الخارجي يعني الادعاء ويكون صحيحه باعتبار مطابقته لما في نفس الامر؟ إذا كنا في دائرة الادعاء نفس الامر ادعاء إذا كنا في دائرة الحقيقة نفس الامر لل... الحقيقي والكذا وكواذب لا مطابق لها لا في دائرة الوجود ولا في دائرة الادعاء دائرة الادعاء. خليني أضيء هذه المسألة بقي دقيقان، أضيء هذه المسألة بمثال. أه... وجود الله تعالى حي. المطابق متن حقيقي وجود الانسان مخلوق معلول ضعيف فقير واقع خارجي مره لا مره انتبه شريك الباري معدوم قضيه صادقه تذهب إلى شريك الباري في المتن الادعائي ماذا يمثل؟ عدما تحكم عليه بالموجوديه؟ لا تحكم بما يناسب الموضوع تقول شريك الباري معدوم قضيه صادقه مطابقه للواقع لكن في دائرة الادعاء الثبوت الادعائي مرة تقول شريك الباري موجود شريك الباري موجود شريك الباري كمفهوم بأمانة تامة يوصلك إلى دائرة ادعائية دائرة الخرطي يعني اللاشيئية يعني العدم هناك الوجود لا يمكن أن يحمل الوجود له دائرته الخاصة مبدأ تناقض يقول توقف العدم لا يقبل الوجود الوجود لا يقبل العدم هذه الكواذب أما شريك الباري عد... معدوم صادقة صحيحة الكواذب هي القضايا التي تجعل العدم يقبل الوجود أو الوجود يقبل العدم فما جيدا هذه المسألة بنيوية نعم وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية يعني التي لها متن حقيقي بمثلها بما يناسب هذه المثنية الحقيقية وجب التطابق في صحيحه يعني في, في في الصحيح لأن القضايا الكواذب ليس ليس أصل لها مطابق وإلا فلا يعني هنا إلا فلا يمكن أن نفسرها بفضاء الإدعاء يعني إذا تكلمنا عن الثبوت الادعائي يجب ان نحكم عليه بما يناسب الثبوت الادعائي، ليس بما يناسب الوجود الحقيقي. ويكون صحيحه باعتبار مطابقته لما في نفس الامر، سواء كنا في نفس الامر الحقيقي او في نفس الامر الادعائي. وغير هذا زيفون اذا انت حكمت على الادعائي بالوجود زيفون كواذب، واذا حكمت على الوجود بالادعاء زيفون مبدا التناقض نعم لامكان تصور الكواذب الكواذب ما معنى قضايا زيف يعني ليس لها في الحقيقه قضايا يعني تخلط بي بين الادعاء والوجود يعني بين العدم والوجود تجمع بينهما وهذا اجتماع الناقضين اقول ياتي ان شاء الله التطبيق في الحصه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد